اهلا بحضراتكم من جديد. خلوني في البدايه ارحب بلاعبه فريق 2007 محمد عاطف. منورنا يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن. اهلا بحضرتك، فرحان ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وفرحان ان انا مبسوط ان انا طالع على كابتن النادي الاهلي. وايضا حارس مرمى فريق 2007 اياد تامر. منورنا يا كابتن اياد. اهلا بحضرتك يا كابتن. يعني قبل اي حاجه شكرا على التقديم الجميل ده، وليا الشرف طبعا ان انا قاعد مع حضرتك طبعا، وان انا طالع على قناه النادي الاهلي طبعا. مبسوط جدا، مشرفينا ومنورينا. خلينا نبتدي مع محمد عاطف. مين الكابتن فيكم الاول؟ اياد. خلاص نبتدي باليمين برضه. نبتدي محمد عاطف. محمد، عايزك في البدايه يعني تعرف نفسك لجمهور النادي الاهلي. مركزك، انضميت للنادي الاهلي سنه كام؟ انا انضميت للنادي الاهلي سنه 2015. كنت في اكاديميه اسمها ارينا. كان عندنا ماتش ودي مع النادي الاهلي. كويس. طبعا كابتن محمد افستر طبعا صاحب الاكاديميه، ليه فضل كبير عليا بعد ربنا طبعا. يعني بقالك 9 سنين في النادي الاهلي. بقالي 9 سنين في النادي الاهلي. رحنا والحمد لله عملت ماتش كويس قدام النادي الاهلي. وكان كابتن تامر حفني اختارني كابتن محمد عبد العزيز زيزو. اول واحد شافك كابتن تامر. كان كابتن تامر حفني. بتلعب في فريق 2007. بلعب في فريق 2007. مركزك؟ بلعب باك رايت، وكابتن اسامه زكي السنه دي وظفني في حته الديفندر. وبلعب 8 برضه. تمام. اياد. انا يعني كنت بلعب، انا طول عمري بلعب في النادي الاهلي من وانا حتى صغير، بس كنت بلعب في النادي في الاكاديميه في الشيخ زايد. كان ساعتها ماسك الاكاديميه كابتن عبد الصمد، ليه فضل كبير قوي عليا طبعا. بعدين كان في ماتش ضد القطاع الناشئين يعني، بس كان 2006، فانا كنت مساعد ساعتها مع 2006 بس في الاكاديميه. اختارني كابتن تامر حفني وهو اللي طلعني يعني الناشئين. كابتن تامر برضه يعني. هنا كابتن تامر، هنا كابتن تامر. كابتن تامر حفني هو اللي طلعني. اول ما ابتديت كنت حارس مرمى اياد ولا كنت لاعب وبعد كده حولت؟ انا طول عمري بلعب حارس مرمى. انا طول عمري جول، بس انا كنت بلعب بس على صحيح برجلي كده. لكن طول عمري حارس مرمى. تمام. عاطف، يعني عايز اعرف برضه مين المدربين اللي مرنوك خلال 9 سنين دول في النادي الاهلي؟ في كابتن محمد عبد العزيز زيزو. ده اول مدرب ابتديت معاه. كان اول كابتن محمد عبد العزيز زيزو. كابتن شريف عبد الفضيل. كويس. وكابتن اسامه زكي. وكابتن تامر. يعني في ناس كتير قوي مش عايز انسى حد والله يعني. ويعني بس اشتغلت اكتر مع كابتن اسامه زكي. يعني مرنت معاه، كان مسكنا قبل كده سنه في البراعم. الحمد لله قدرنا ناخد السنه دي، ومسكنا 3 سنين جمهوريه. وقدرنا نحقق اللقب 3 سنين على التوالي الحمد لله. مين المدرب اللي انت بتقول ما شاء الله الاسماء دي، مين المدرب اللي يعني اللي ساب فيك بصمه وتعلمت منه كتير؟ هو اكيد كابتن اسامه، لان كابتن اسامه يعني مرنت معاه كتير. كابتن اسامه زكي. كابتن اسامه، انت قلت لي ان كابتن اسامه انت كنت بتلعب باك رايت او بتلعب مركز 8 وحولك باك رايت. كان كابتن السنه دي يعني في اول الموسم كنت بادئ باك رايت. بتلعب اصلا باك رايت؟ بلعب باك رايت اصلا. و يعني في نص الموسم كده. بس انا لما شفتك في وسط الملعب انت افضل من باك رايت كمان. الحمد لله اجدت يعني فيها. اجدت فيها بشكل كبير. الحمد لله. هو بقى بعد كده في نص الموسم كده لعبني 6. والحمد لله اديت فيها بشكل كويس. وبعد كده دخلنا على بطوله زد زي ما حضرتك قلت. لعبت باك رايت. ويعني مع ظروف الماتش يعني نزلني نص ملعب. طب ايه رايك في فكره ان اللعيب بيلعب في كذا مركز؟ يعني انا فرحان يعني ان انا بلعب في كذا مركز. انا بلعب نص ملعب وبلعب 6 و8 وبلعب باك رايت وبلعب باك ليفت. وساعات كابتن اسامه بيحطني مدافع. يعني الحمد لله انا فرحان ان انا بلعب في كذا حته. تمام. اياد، قول لي بقى في حراسه المرمى المدربين اللي اشتغلت معاهم. المدربين حراسه؟ معاك انا التعامل المباشر معاك مع مدرب حراس المرمى غير المدير الفني للفريق. اول سنه كان كابتن علي خليل. ومسكني كابتن انور. ومسكني كابتن ايهاب خميس طبعا. ده يعني برضه ليه فضل كبير قوي عليا. وكابتن ابراهيم عبد الجواد. وكابتن اسامه ابو هاشم. دول مدربين. اتعلمت ابرز الحاجات اتعلمتها من المدربين في حراس المرمى ايه؟ اتعلمت ايه ولا اتعلمت من مين اكتر حاجه؟ اتعلمت من مين اكتر حاجه؟ كابتن ايهاب خميس بصراحه علمني حاجات كتير قوي. وبصراحه برده كابتن ابراهيم عبد الجواد، الاثنين اشتغلوا معايا بصراحه شغل هم اللي يمكن ليهم الافضليه ان انا مستواي يبقى كويس يعني. واحنا بنذيع الفيلر اللي كان في الاول بعض اللقطات والصور، شفتك وانت بتتمرن مع الدرجه الاولى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وكان حمزه علاء واياد تامر. الحمد لله. طبعا احب برضو اشكر كابتن احمد ناجي قوي، لان هو السبب في ان انا اكون موجود يعني في الفريق الاول. كويس. بصراحه هو جالنا يعني السنه دي، ف جالنا من السنه اللي فاتت قصدي. هو عمل معايا شغل يعني وليه فضل كبير قوي عليا، هو اللي طلعني الدرجه الاولى. معانا اللقطه. بص معانا اللقطه والصور هنا.
شعورك ايه وانت بقى يعني في وسط عمالقه كبيره، محمد الشناوي ومصطفى شوير حمزه علاء يا تامر، وخلي بالك الاربعه كده يعني صنع في الاهلي زي ما بيقولوا، يعني من قطاع الناشئين في النادي الاهلي وانتوا طالعين ولاد صغيرين لما لعبتوا فرق المراحل السنيه كلها مرورا بالدرجه الاولى. يعني طبعا بص انا بصراحه مش هكدب على حضرتك، اول مره طلعت كنت حاسس ان انا في رهبه كده شويه، بس كابتن مصطفى شوبير وكابتن حمزه علاء وكابتن محمد الشناوي طبعا كلموا معايا، يعني ابتديت بقى اخش معاهم في المود واحده واحده لحد الحمد لله كنت كويس يعني. كويس. عاطف عايز اسالك عن بطوله الدوري السنه اللي فاتت، خدت بطوله الدوري 2007 كانت بطوله قويه جدا. اصعب المباريات فيها، شكل المنافسه فيها، ما شاء الله انتوا كسبتوا الزمالك وعملتوا مباريات كبيره. هو اكيد اصعب المباريات، انت بتتكلم حضرتك على السنه اللي فاتت صح؟ الموسم اللي انتهى. الموسم اللي انتهى كان اكيد اصعب مباراه ماتش انبي لاني كان بينافسنا طول الموسم لحد اخر ماتش، هو اللي كان ماشي معاكم كان ماشي معانا ند بند فعلا حتى اخر ماتش وماتش فاركو برضو فاركو في اول الموسم كان عشان كنا لسه في بدايه الموسم بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب. وماتش الزمالك اكيد يعني رايح جاي، هو الماتشين كانوا عندنا بنظام الدوري يعني، بس الحمد لله يعني قدرنا نكسب يعني. كابتن اكيد كابتن محمد شرف رايح جاي كسبنا مباراه كانت في مدينه نصر في اخر ثانيه ده كان تاحه اللي جاب الجون في الدقيقه 90 كان اكيد يعني كابتن محمد شوقي بيكلمنا وكابتن بدر كابتن وليد سليمان احنا بنلعب يعني النادي الاهلي بتلعب اسم تيشيرت النادي الاهلي لازم دايما تلعب المركز الاول وقدرنا نكسب يعني الحمد لله الدوري في نهايه الموسم.